عسلامة مدام. مرحبا بيك، عايشك عايش اختي. عايشك لاباس؟ الحمد لله والله لاباس. قبلنا روحك. انا برنية. مرحبا بيك مدام برنية. مدام برنية، عندك مشكلة اجتماعية، ظروف قاسية شوية، زوجك توفى عمناول وعندك طفل تصرف عليه. تفضل احكي لنا. عندي وليد عمره 26 سنة، فهمتني ولا لا؟ جيت شوكي بعد 5 شهور هكايا، فهمتني؟ تعبليش شوية، ما يمشيليش بساقيه، فهمتني؟ من وقتاش ولا معاش يمشي بساقيه؟ بعد ما مات بوه. معني هوني توا يعني، فهمتني؟ ما كان ما يمشيش بساقيه، فهمتني؟ هزيت سبيطار النور نتاع الرابطة، يد وهو كذلك جلطت له، فهمتني؟ فما شكون مد مساندة عاونك؟ ملون ونص. يعطيه الصحة، من الأقارب وإلا من البعيد؟ ملون ونص، ما عندوش كرني، فهمتني؟ كي مشيت طوان قد في كرني، قالوا لي كرني أصفر نهارين هذم، فهمتي ولا لا؟ ما نجمش، خاطر باش تدفع احسب 178 دينار شهرية متاع الراجل، شو باش نعمل؟ ما تعمل شيء، نعمله في الكيني، الكيني بالفلوس نمشي نعمله له في السبيطار. قداش عندك نهار ثلاثة وعندك نهار خميس، فهمتني؟ توا عندي ثلاثة جمعات ما مشيتش هزيتو، ثلاثة جمعات يدو تبلوكات من مستحق علاج ولدك في أقرب وقت. مستحق علاج، وطلبنا يعني المرشدة اللي هي باش تعطيه كرني مجاني. قللها المرشدة، قللها مشي معايا، فهمتي؟ وقلت كان ما يمشيش، والله تبارك الله ولدي يمشي، وقف معايا عباد، وقفت معايا رجال. معناها في تحسن. بيان سور، ولا يمشي بساقك، بقات يده بركه. في الدار ما يخرجليش. توا. كان يقرا هو ولا يخدم قبل؟ فورماسيون كان. وخدم في مجازان هكاك برا، يعني يخلص في 200 300 في الانان، مجازان الانان، فهمتي ولا لا؟ ما كي مرض بوه، تلهي معايا ما بوه ضحى يعني، هو في الليل انا في النهار، فهمتني؟ يعني يغزو كيف يصبح مع الصباح بوه، فهمتني ولا لا؟ قصد يعني يساقو مقصوصة، فهمتني ولا لا؟ ما لقيتش، نمشي ننظف القوم الخمسة بتاع الصباح، نمشي ندبر خدمة فام دو ميناج، فهمت؟ في الإدارة لهنا، فهمتني؟ في الإدارة دبرت خدمة فام دو ميناج. بعد وفاة زوجك؟ لا لا لا، وقت زوجي حي انا نقبل نخدم الخمسه، نمشي نخدم نتابعوا متابعينك الوظيفه العموميه. شو مش خلالي توا كريدي كمبيالات انا باسمي انا 4.5 ملايين تخلص فيهم، يعني نحط فيهم ما نقول لكش، فهمتني ولا لا؟ طفل تعبت معاه، ما نكذبش عليك، فهمتني؟ ما لقيتش وسيله في رمضان، تلقى كيفاش باش تصرف؟ ما تلقاش. تو 178 اللي باش تاخذها تويك، شو باش تعمل لك؟ الكرني الاصفر هذايا اللي عندك هو فيه 178,000 يجيك كل شهر. لا هذاك وحده، الشيخوخه بتاع رجع له 178، حسبوا له 5 سنين، كلوا لي في 4 سنين. حسبوا له خدمه 5 سنين. واربع سنين نحاوهم. فهمتني؟ 4 سنين تنحاو. فهمتني اختي العنينة؟ ما لقيتش الطفل معايا في الدار، لا يتكيف، لا يشرب، لا حتى شيء، يمشي يقعد في الدار. عطاه طبيب، قالوا بمشي طبيب نفساني. ما منين؟ نمشي طبيب نفساني وين؟ وين باش تمشي؟ توا النورو كونترول وليت ما عادش نس فيه، ما عادش نس فيه. حالتي تعبة، راهو ماشي راهو وحدك. حالته النفسية تعبة. نفسية بالطبيعة، ساعات برمشي حجم شعرك، وجهك ما يحبش يحجم وجهه، وجهه اللي هكايا مغوف. مي يمشيش، هذيك هي حياته في الدار، ولا يخرجش لهنا حد للحومه ويرجع لي. اكثر من هذا لا قهاوي، لا قدك، لا دخان، لا حتى شيء، فهمتني؟ اما طفلته بالاخره الاخره الاخره علاج ما مستحق هو بالضبط. انا مستحق كان يعمل كيني ويعدي فما، ما حشت بشيء انا، والله ما عيني بشيء، ورسختني لعنينا، لا حشت لا باعانه، لا حش بدا اعانه، ما حش بشيء، ما حش بشيء، ما عينيش وقتي لحنينا. كان فما امكانيات هذيك هي. فهمتك. عالكيني شكون يقف معايا هذيك هي، ما عيني بحتى اي حاجه.
وراس اختي ما نطلبش لك الاعانات ولا نطلب لك الوعي، ما نحبش. الله غلب تربيت هكاك، كي تهز لي ولدي كان كنزيدني انا. عندك الحق والله، وراس اختي الحنينه. وش توا الدنيا ما ترحمش، راي الدنيا بتاع نحله توا حد الان ما فماش رحمه، فهمتني؟ ليه اللي سلفك 10,000 تمشي ابسط حاجه تسلفت، تمشي تسلفت 10,000 حاجه بسيطه من عند واحد، قال لي شو مش تعمل بها؟ مش تاخذ بها تضرب دواء؟ قال لي شو مش تعمل بها؟ مشيت رجعت له ال 10,000، مشيت رجعت له ال 10,000، فهمتني؟ عطيت له، قلت له خويا هاي 10,000، دبرت له من عند وحده لابو حبيبتي، قالت لي اش بيك بطنيه؟ قلت راهو هك وهك، قالت لي برعتيه وما تقفش قدامي، قال لي شنو؟ قلت له هذا فلوسك. حاجة علاش قلت لك انا يد وجاب ربي، كان جيت كاريه ممكن. وزيد نتصور وفاة زوجك اثر عليكم زيد برشا بالطبيعه. علاش قلت لك انا يعني مني دار مني شارع، راهو ما يعذرك حد، راهو ما يعذرك حد، راهو في الدنيا هذه حتى على فقدانه معناها بالطبيعه سو نورمال. انا نقول يرحم اللي خلى، شو اللي خلى؟ خلى دويره، خليها كي خليها، خليها لولده، خليهاش لي انا. قال لي يا مراه، قال لي نكتب لك اللي كنتي وقتها منها. قلت له لا ما نحبش، اعطيها لولدك، ما حشتيش والله وراس اختي الحنينه. انا قلت لك يعني قلت لك ما نعاود ما نستحقش اعانه، راني نعاود من علاج ولدك، علاج ولدي ما عيني بشيء، تقفوا يقفوا معايا في علاج ولدي. انا ما نحبش، قال لي نسمع شو نعمل بيه، ما عندي ما نعمل بيه شو عم بي يعني. قلت لك نخدم نمشي خمسه، نمشي نخرج خمسه تصبيع، نروح كان سبعه ثمانيه. اختي الحنينه شو بتعمل؟ 178 قلت لك ما تعمل شيء، ما تعمل شيء، والله لا تعمل شيء، بالله لا في عايش باش عايشين، عايشين بطرف طماطم وبطاطا، والله الحمل يدخل للدار، بالله تصدق ولا امانه بالله، والله الطفل هم معلوش ولا الطفل عم بقي، والله لا يدخلها. ماش قلت لك اختي هذه كان شكون يقف بالرسمي و ماذاك اللي ما نقول لك. نخلي لك الكلمه الاخيره، كان فما شكون ينجم يعاونك وكل شيء؟ انت قلت مانيش طالبه اعانه، كان تصور فما اهل الخير يحبوا يعاونوا. انا ما نطلبش اعانه. انت ماكش باش تطلب، انت تحب علاج ولدك. معيني طبعا علاج ولدي معيني بشيء، انا ما نحبش اللي أنا. اللي نجم يعالج ولدك بتبيعه تقبل مثالش. خلي رقم الهاتف نتاعك على 55 983 414، 55 983 414. شكرا.